أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسيرة 15 من فبراير 2014، مجموعة محطات. المحطة الأولى عظيم الشكر لهذا الشعب الصابر الحضاري الثابت على تواجده في الشارع من أجل انتزاع حقوقه ومن أجل الحصول على دولة يحترم فيها الإنسان ومواطنيته ويشارك فيها في صناعة القرار بشكل حقيقي. الشعب الذي يحضر بهذه الكثافة وبهذا الاستمرار وبهذه الانضباطية وبهذه الروح الوثابة إلى المستقبل الكريم هو ضمان تحقيق هذه المطالب. لذا أيها الأحبة، بعد جزيل الشكر الاستمرار والثبات على الحضور الدائم وبسلمية تامة، هو طريقنا إلى المستقبل وإلى إقرار وفرض حقوقنا الإنسانية، حقوقنا كمواطنين، حقوقنا التي رفعتموها في هذه المسيرة وطالبتم بها، حقنا كشعب، حقنا كشعب للبحرين، حقنا كشعب البحرين في انتخاب حكومته، حقنا كشعب في انتخاب برلمانه الذي يتمتع بالصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة بدون معينين يختطفون القرار التشريعي، حقنا في دوائر عادلة تمثل إنسانيتنا المتساوية، حقنا في أمن يشمل جميع أبناء الوطن. من غير المعقول أن تعيش طائفة كبيرة من الناس في هذا الوطن من المعارضين الخوف من الاعتقال ومن الفصل ومن التعسف في سائر شؤون حياتها. يجب أن ينتهي هذا الخوف إلى أمن للجميع. حقنا كشعب البحرين في أن تكون كلمتنا هي الكلمة النهائية في أي صيغة سياسية. فالشعب هو مصدر السلطات، وهو من يوافق أو لا يوافق على أي صيغة سياسية فيعطيها المشروعية ويعطيها فرصة النجاح والتطبيق على الأرض، أو تفشل هذه الصيغة بدون الإرادة الشعبية. لقد أكدتم في 15 من فبراير على طبيعة حراككم. هذه الجماهير التي تشكل الغالبية السياسية في شعب البحرين أكدت على سلميتها وعلى وطنيتها. من يشاهدكم بإنصاف يخرج بنتيجة واحدة: أنتم عنوان أبرز للسلمية في الثورات الربيع العربي. من يشاهدكم يخرج بنتيجة واحدة: أنتم الوطنيون، أنتم الذين تهتمون لأمر هذا الوطن بالرغم مما لحق بكم من أذى وظلم، إلا أن كل شعاراتكم وكل أهدافكم تنم عن روحكم الوطنية العالية. إلى المجتمع الدولي، هذا شعب البحرين شاهد هذه الدقائق من هذه الأشرطة عن هذه المسيرة العملاقة ستصل إلى نتيجة بأن هذه أكبر الثورات العربية وأكثرها سلمية وتحضر. أيها العالم، في أفراده، في مؤسساته، في مسؤولين أصحاب القرار، أين هو موقفكم الإنساني والأخلاقي من هذا الشعب المسالم الذي يطالب بحقه في الديمقراطية والمساواة والحرية؟ سنستمر في حراكنا وفي ثورتنا المطلبية السلمية وصولاً إلى إحقاق حقوقنا. هذه رسالة هذا الشعب الذي تعاهد عليها ولن يتوقف حتى يبلغ هذه الحقوق المشروعة. وإن غداً لناظره لقريب، وما النصر إلا من عند الله. نصر من أجل البحرين، لا من أجل غلبة فئة على فئة، وإنما من أجل غلبة العدل على الظلم والحق على الباطل
والصلاح على الفساد والمستقبل المشرق للجميع على هذه الواقع المنكوب الذي يتضرر منه جميع أهل البحرين ويتضرر منه البحرين كوطن. شكرا لكم مجددا، وإلى لقاء في ملحمة أخرى من أجل المطالبة بحقوقنا، أو في ملحمة الفرح من أجل إحقاق بعد تحقق العدل والخير في هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.